يا صحبة الخير، يا نخبة الإيمان، لله أسلم. السلام عليكم أصدقائي، اليوم سحب الحلقة 22 من برنامج نجوم من الصحابة. هذه الحلقة برعاية البيت السوري، المواد الغذائية واللحوم والمعجنات. نتحب مع بعض الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي اسم الله على التعيين. بسم الله بسم الله بسم الله. بشرى سيف. بشرى سيف، ألف مبروك، أنت الرابح، أنت الرابحة في برنامج نجوم من الصحابة في رعاية البيت السوري. حظ أوفر للي ما ربح. إن شاء الله مستمرين لحتى نهاية رمضان. نشوفكم على خير والسلام عليكم.